اهلا بكم في الدرس السادس من برنامج درس موسيقى. النهارده بنتابع دورتنا المجانيه في تعليم العود، وزي ما شفنا في بدايه الفيديو النهارده هنتعلم ازاي نعزف اول حاجه بنستخدم فيها النغمات وبنستخدم فيها السلم. هنتعلم ازاي نعزف هابي بيرثدي او عيد ميلاد سعيد. تابعونا ونتمنى تستفادوا، وطبعا هنبدا نتعلمها بشكل بسيط وسهل جدا. في الاول هنتعلم نعزف اللحن الاساسي اللي هو النغمات السولفيج، بعد كده نبدا نضيف اساليب تانية زي الريفرداج او الكوردات او زي اللي كان في بدايه الفيديو. فطبعا النهارده هنتعلمها باسلوب الريشه البسيطه، وكان في حد طلب مننا في الدروس اللي فاتت ان احنا نقول السولفيج النغمات في وسط ما احنا بنعزف كل جمله فيها، فده هيكون نتمنى يكون اوضح واسهل. تابعوا ازاي هنبداها بطريقه سهله جدا. نبدا باول جمله اللي هي بتبدا من الدو. دو ري دو فا مي. دو ري دو فا مي. دو ري دو فا مي. دي اول جملة. الجملة التانية برضو بتبدأ من الدو بس باختلاف ترتيبات النغمات. دو ري دو سول فا. دو ري دو سول فا. دو ري دو سول فا. كذلك برضو الجملة التالتة بتبدأ من الدو بس باختلاف ترتيبات النغمات. دو دو لا فا مي ري. يبقى بنوصل من الدو اللي هي الخانة التالتة على تاني وتر للدو اللي هو الوتر الخامس حر. دو دو لا فا مي ري. وهنلاحظ ان احنا بنتأخر على نغمة المي ثانية عشان زمن الاغنية الاصلية. دو دو لا فا مي ري. مش بنقول ايه دو دو لا فا مي ري، لا الصح دو دو لا فا مي ري. اما الجمله الرابعه الاخيره وهي اسهلهم، دي بتبدا من نغمه السي بيمول اللي هي الخانه الثالثه على وتر السول على الوتر الرابع، لكن لما نيجي ننطقها في السولفيج نغنيها هنقول عليها سي مش سي بيمول، يعني هنقول سي لا مي سول فا سي، لكن هي اصل النغمه اسم النغمه سي بيمول. سي لا مي سول فا سي لا مي سول فا سي لا مي سول فا. بعد كده هنحاول نعزف الاربع جمل مع بعض بالسولفيج بالنغمات بتاعتهم. دو ري دو فا مي. دو ري دو سول فا. دو دو لا فا مي ري. سي لا مي سول فا. ثلاث حاجات لازم تعرفوها. اولا ان انا مش بغني فبغض النظر عن صوتي، طبعا ان انا بحاول بس اسهل فكرة الشرح السولفيج النغمات. تاني حاجة انا اخترت اسهل واصغر الالحان اللي هي سنة عيد ميلاد سعيد، ان احنا نبدأ نتعلم حاجة سهلة على استخدام النغمات واستخدام السلم الموسيقى اللي هو الميجور. فبالتالي تالت معلومة بتيجي هنا انه اللي مش حافظ النغمات الخانات على زند العود او على البار بتاع العود، فبالتالي هو مش عارف ايه اللي قلناه او ايه اللي شرحناه، لانه مش عارف فين الدو فين الفا فين الصول. فبالتالي انصحكم ترجعوا للدروس اللي فاتت تحفظوا اسماء النغمات، تتدربوا على الريشة البسيطة على الاوتار، بعد كده تحاولوا تطبقوا باسلوب الريفرداج، وبعد كده هنكمل في الحان تانية تكون اسهل برضو بشكل زي كده مبسط، لغاية ما نتدرج في المراحل الاصعب والتدريبات الاحترافية او الاساليب الاحترافية.
حاجة كمان، احنا اسماء النغمات اللي هي لو النغمة بيمول او دييز ما بنقولش عليها بيمول او دييز في السولفيج عشان سرعة الكلام او سرعة الغنى، فبالتالي بنقول سي لا مي صول فا، مش سي بيمول لا سي بيمول لا كده، انا بكسر الزمن بطلع بره الزمن، فبالتالي ما بنقولش كلمة بيمول او دييز. استنونا في دروس تانية، ونتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى مشاركة الفيديو.